الحين ضمن الجولات التفقديه للسيد رئيس اركان كنا انا والاخ قائد القوات البريه هيئه الركون معون مدير الاستخبارات زياره مهمه الى قاطع قياده عمليات غرب نينوى تحديدا قاطع فرقه 20. تم تقديم ايجاز تفصيلي من الاقاد عمليات غرب نينوى ثم القاده تباعا. حقيقه هذا القاطع مهم جدا، تم تامين كل المتطلبات اللي طلبوها القاده لحل معاضلهم، ثم قمنا بجوله مهمه ايضا جدا على الحدود العراقيه السوريه والتحصينات والعمل الفني الكبير. وايضا هذا القاطع يبشر بحقيقه بعمل يسر اللي هو التعاون والتنسيق التام الفعال المثمر بين قطاعات الجيش وقطاعات الحدود. انا اعتبر هذا قاطع متميز على مستوى التعاون والتنسيق. الحدود مستمر عملها، السيد رئيس اركان مع الوفد المرافق اليه قمنا بجوله بالطائرات استطلاعيه تفصيليه لطول الحدود. نحب نطمن شعبنا وكل المعنيين انه الحدود امنه برجال العراق بمختلف المسميات، الجيش، الداخليه والحشد الابطال. قطاعات الحدود في هذا القاطع تحديدا لديها عمل كبير وايضا مستمرين بتامين الحدود. هنالك عمل قادم تم التوجيه به على مستوى اعداد التمارين، على مستوى تعزيز القطاعات، وايضا على مستوى تعزيز بعض الصنوف والخدمات واجراء بعض الممارسات على فعاليات معينه. لذلك اقول كل اللي شفناه حقيقه وكل القادم هو يبشر بخير، والعراق وحدوده بشكل عام وتحديدا الحدود العراقيه السوريه هنالك رجال ابطال ماسكين. طمن ناسنا وشعبنا بانه كل الابطال بدون استثناء على الحدود والامور تسير بشكل صحيح وفق ما خطط له.